السلام عليكم، مش خباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. كنتمنى ان شاء الله وليداتكم العائله ديالكم الكبيره والصغيره تكون بصحه جيده، يا كلشي في امان الله. والله الا البنات توحشتكم بزاف بزاف بزاف. صافي لونطون ما هزيتش الكاميرا، صافي لونطون ما فيلميتش، صافي لونطون. المهم انا توحشتكم زعما صراحه، وشكرا على الناس اللي كيبعثوا لي في الانستغرام واللي كيسولوا عليا فين غبرتي، يا كما غتمشي يا كمال. لا انا مازال معاكم، مازال كنانسيستي. واخا اليوتيوب زعما صراحه كيستيون ديال لا شونس، زعما صراحه ماشي شونس في حقيقه، من واحد ناحيه ماشي شونس. المهم نتوما كتعرفوا لي فيديو ديال زعما البنات اللي كيخدموا، ماشي عليا انا بوحديتي، كنشوف بزاف القنوات اللي تيخدموا صراحه ما واخدينش حقهم منهم، انا ما واخدينش حقهم من لي فيو صراحه. ملي كتدخل دي فيديو اللي تافهين كتلقى لي كومونتير ديالهم واحد 1000 كومونتير 1500 كومونتير، كتلقى الناس مفاعلين مع هذاك الفيديو، ما كتفهم والو، ما كتفهمش. المهم كيف ما قلت لكم انا في رمضان زعما سانسيغمون عييت وقررت انني غادي نقص لي فيديو، لانني صراحه كنبذل مجهود كبير، وهذه بالشهاده ديالكم حتى نتوما كتقولوها ليا، كتقول لي راك ما واخداش حقك بالشهاده ديالكم. مهم فكرت مع راسي، راه عرفتوا هاد الكونفينمون مين جلسنا وداكشي، ضروري ما كتفكر في الحياه، ضروري ما كتفكر بزاف ديال لي شوز لي زعما كتحاول تحط لي بوين سور لي زي، كتحاول تصلح الاغلاط ديالك، كتحاول تصلح اي حاجه ما كنتيش كديرها كتقول نديرها، تستغل الوقت ديالك، ما يبقاش وقت في حقيقه ما كانش عندي وقت فراغ، مي نحاولوا نستغلوه في احسن حاجه، يعني ما ماشي يمشي لينا هكاك الوقت ديالنا راكم عارفين. المهم انا غير هادشي كله باش نوصي البنات وباش نوصيهم شنو تنتوما شنو خديتو، شنو لي ريزوليسيون ديالكم اللي خديتو في هاد الكونفينمون، شنو استفدتو، شنو بدل فيكم. بغيت نعرف زعما تخليو ليا في كومونتير شنو بدل فيكم، شنو هما القرارات اللي خديتو باش تزيدوا القدام. سانسيغمون انا زعما بزاف د الحوايج خديتهم، المهم انا هذوك الحوايج ما غاديش نذكرهم لكم، غير حاجه اللي غنذكر لكم غتسالوا في العنوان كيف ما شفتو، وهو انني قررت انني نبدا لو بروجي ديالي. صراحه لو بروجي كان قبل من اليوتيوب كنت كنحلم به يكون عندي زعما صراحه محل، سوا شي حاجه ديال الاكل، سوا شي حاجه ديال المعن، سوا شي حاجه ديال هكا الجلال، شي حاجه اللي كتخص العيالات، وداك الشيء كيعجبني هذا الشيء ديال التاويل، كيعجبني هذا الشيء ديال العيالات. كيف ما ذكرت لكم انا راه فايته قريت الخياطه الفصاله والخياطه وبديت فيها، ولكن سانسيغمون ما كانش عندي الوقت لان كان عندي وليداتي صغار وكنخصهم الاهتمام ديالهم، والخياطه الفصاله والخياطه كيخصك وقت اللي يعني ما يكون عندك حتى شي حاجه تابعك، يعني ولا يكون عندك شي حد يخدمك، ولا يكون عندك فهمتي شي حد اللي تعاونك في الدار باش كتمشي في مزيان في داك البروجي. بديت فيه وبديت كنفصل كنخيط، بديت كنكوميرسياليزي زعما بديت فيه وكنت غادا مزيان، زعما كان عندي دعم كبير من العائله ديالي الصغيره ديالي والعائله كبيره، زعما دعموني صحاباتي وداكشي، ولكن ما قدرتش ما نكذبش عليكم، خص بزاف ديال لا فورس، خص بزاف ديال ما يكونش تابعك، وسورتو كانوا وليداتي صغار. المهم كيف ما قلت لكم، المهم انا فكرت كيف ما قلت لكم، عز عليا التاويل، عز عليا شي حاجه ديال الماكله، عز عليا شي حاجه، المهم داكشي الطياب، ماكله، التاويل، المعنات، الجلبات، كاع الحاجه ديال هذا اللي كتخص المراه كتعجبني. لذلك قررت باش نبدا البروجي ديالي غير من الدار. ان شاء الله غادي نبدا نبيع ان شاء الله. المهم انا غنبقى ندير الهميزات صراحه، ما غاديش ندير برودوي واحد، ما غاديش ندير حاجه وحده، كل مره غادي ندير حاجه، كل مره غادي ندير حاجه على حسب داكشي اللي وجدته انا، وعلى حسب داكشي اللي لقيت انا، وعلى حسب شي حاجه اللي غتعمر لي عينيا، وانتم في الحقيقه اللي شجعتوني. انا نقول لكم علاش، لان فيما كنحط لكم شي حاجه كتعجبكم كتقول لي مين شريتيها، مين خديتيها، مين هذا، وقلت بوكوا با علاش ما نبداش انا البروجي ديالي. وانا تبارك الله عندي الناس اللي زعما صراحه من كنت لونسيت لكم داك لي فولار ديال اليغونس مجد، وغنفتح واحد القوس، لقيت بزاف تساؤلات كيقول لي شنو كيجيك هذاك السيد اللي ديال اليغونس مجد، واش خوك؟ حيت اليغونس مجد وانا السكنيه ديالي ابو المجد، هذاك الاخ ديالي بطبيعه الحال. انا ما ذكرتوش لان باش يبقى داكشي بروفيسيونيل، ما بقاش بحال اش نقول لكم، بغيتكم تفهموني، يعني نقول لكم هذاك راه خويا زعما باش تمشيو تشريو من عنده زعما باش ديروا لي خاطري، لا انا قلت صافي بدا البروجي ديالو، انا وريتكم لي برودوي وريتكم لي فولار اللي خديت من عنده، سي فغي خديت من عنده دي فولار، خديت هذاك الشيء وبغيت نشجعو، وقلت غندير له اشهار في القناه ديالي ودرت له في انستغرام، وتبارك الله تبارك الله ما شاء الله، اللي كنشكركم بزاف 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 بزاف، اش نقول لكم منكم اللي دعموه بزاف واللي خداو من عنده واللي شجعوه، اللي
كازا ولا خارج كازا، زعما سانسيغمون تبارك الله ما كنتش كنتخايل داك الكم الهائل اللي مشى عنده وخدم عنده كولارات، ماشي واحد ماشي جوج، زعما صراحه شجعته هذا واخا ما قلتلكمش خويا، وشوف شنو درت مع عاد مي غنقول لكم خويا. المهم انا كنشكركم، كنشكركم لانكم، وكيف ما انا قلت لكم علاش انا شوف نوري الحاجه، ديما كنوري الحاجه اللي نشجع الناس اللي بغين يخدموا، ماشي حيت خويا لا، انا حيت انا كنعرفو خويا الي سيريو كيخدم وباغي يخدم وباقي صغير، باقي ان جون وباغي يزيد لقدام وباغي يطمح وعنده طموح، داكشي علاش انا كنعاونو. يعني اي واحد عنده طموح هذا راه كنحاول نشجعو باش ما طلب، باش ما زعما بالقدرات ديالي بداكشي كاع اللي قديت نديرو نديرو معاه، غادي نديرو معاه. دونك الحمد لله راه غادي مزيان، وتا هو راه شجعني، بقينا كنهضروا ديما كنهضروا على هاد لي بروجي وداكشي، قال لي علاش ما تبدايش سنه وعلاش ما هذا. المهم زعما صراحه كنت كنايزيتي، كنقول واش غادشي غيخدم ليا، واش ما غيخدمش ليا، واش غنسميتو، وبقيت كنقول شوف كلشي كيتوكل على الله، لا توكلتي على الله ربي راه كيسهل عليك، ولا كان قلبك مزيان ربي راه كيسهل عليك. ومن هاد المنبر كنشكر بزاف بزاف الناس اللي وقفوا معايا في هاد البروجي اللي بديتو بروجي غير صغير، ورا بادي غير صغير، غنبدا غير صغير ان شاء الله حتى تكبر الى بغى الله. المهم انا شوف ايماني بالله قوي، كان عندي واحد الايمان قوي كما قلت لكم، اللي حاسه بان الله غادي يعاونني، وحاسه بانكم حتى نتوما غادي تعاونوني، وغادي غادي توقفوا معايا وغديروا لي بارطاج، وغات يعني حاسه بهذا الاحساس، عندي هذا الاحساس، واحساس ديالي ما كيخيبنيش. وكنشكر الناس اللي وقفوا معايا، اول على راسهم حليمه صاحبتي، ثانيين حنان، ثالث شخص هو عثمان، وكاين الصديقات ديالي اللي دعموني مغالموني كيعطوني دي زيدي وكيعاونوني شنو ندير شنو ما ندير شنو هذا شنو هذا، كاينين صديقات تا هما بلا ما نذكر لان بزاف باش ما يتقلقوش الاخرين عندي بزاف ديال الصديقات. المهم هادو الناس اللي وقفوا معايا في بروجي هما هاد الناس اللي كنشكرهم بزاف، والاخت سميه حتى هي، هاد الناس باش نقول لكم ما عمرني شفتهم، يعني غير في التليفون وقفوا معايا غير في التليفون باش عرف، ما عمرني شفتهم في حياتي، وتا هما في نفس الدومين، اي باش تعرفوا الناس اللي كيبغيو الخير الناس، زعما سانسيغمون ما كنتش متوقعها، عندهم نفس الدومين، تا هما كيبيعوا ويشريو، تا هما دايرين لاباج ديالهم، تا هما داير هذا ووقفوا معايا. زعما صراحه ما كنتش كنتهضر، ما عمرني شفتهم الا الاخ عثمان اللي تلاقيت به مؤخرا ووقف معايا تا هو، وكنشكرهم بزاف بزاف بزاف، ما عمرني غنساهم، راه كتعرفوني الناس اللي كيديروا معايا شي خير ما عمرني كنساه، وديما كيبقى هنا وهنا غافي. والحمد لله شوف الدعاء ديالي ديما كنطلب من الله، يا ربي تلاقينا مع احسن منا، يا ربي هادشي هذا هو الدعاء ديالي، كنقول يا ربي تلاقيني مع الناس اللي احسن مني، ما كنبغيش الناس اللي غوقفوا لك العراقيل، ما كنبغيش الناس المحسدين، ما كنقول شوف ما ياديوكش ما يقربوش لك، ما يقربوش لك ما ياديوكش. المهم قلت لكم هاد الناس وقفوا معايا صراحه كنشكرهم بزاف بزاف، كنتمنى راه اكيد غيكونوا غيشوفوا لا فيديو ديالي، كنشكرهم بزاف، كنشكر حتى صحاباتي اللي كيوقفوا معايا واللي كيدعموني، العائله ديالي حتى هي اللي كتدعمني، الزوج ديالي حتى هو كذلك، وليداتي كلشي اللي كيدعموني، زعما صراحه انتم حتى هما كنشكرهم. دونك قلت لكم انا بديت البروجي ديالي غير صغيور ان شاء الله، وبوكو با الى ان شاء الله كبر لي هادشي زعما وتمشى لي هادشي، غادي ان شاء الله غادي نفتح محل وغادي ندير هادشي. غتسولوني على اليوتيوب؟ لا انا مازال ما حيدتش من اليوتيوب، وصراحه نشوفوا نهضر معكم صراحه، والله اليوتيوب فيه بزاف ديال التعب اللي كنتعب، انا كنبغي اليوتيوب، كنبغي ديما كنقولها لكم، كنبغي المونتاج، كنبغي الكونتاكت ديالكم، كنبغي التشجيعات ديالكم، ولكن كنشوف تشجيعات قليله، كنشوف كتدخل دي فيديو اللي كتلقاهم دي فيديو اللي شوف كاينين الناس ناجحين، هذوك الناس اللي فازوا هما الناس الاولين اللي بداو في اليوتيوب في الاول، هذه 6 سنين 7 سنين بداو اليوتيوب، هذوك راه مشاو بعيد وكانوا من الاوائل، هذوك راه بطبيعه الحال راه مشاو مزيان. مي انا كنشوف الناس حتى بنات معايا مظلومات زعما صراحه، كيحطوا محتوى زوين، كيحطوا فيديوهات زوينين، كيحطوا هذا، ولكن لي فيو ديالهم هابطين، لي كومونتير هابطين، الناس ما كيدخلوش. ورشتو انا في رمضان راني درت اكثر من جهدي، والله الا لحد الان باقي ما ارتحيتش من رمضان والله، وكنحط راه نعطيكم مثال، غير فيديو حطيته البارح ما تشافش بزاف، يعني شوف انا درت دي سوسات للدراري، ماشي شوف ماشي هب يعني ماشي كنحكر على هذاك لي سوسيت، لي سوسيت راه كاينين في سميتو، غير انا كنقول لكم الانسان كيفاش يدير لوليداتو كيفاش يعاونهم، زعما موضوع زوين موضوع هذا، عطيت واحد ليدي اللي ربما انت ناسياه، اللي ربما الاخت ناسياه، راه كلشي كيعرف كيدير داكشي، راه ماشي راه كنقولوا راه مسمن، راه بيتزا، راه كلشي حريره، اي حاجه كتحط راه كلشي كاين في اليوتيوب، ما كاينش شي حاجه في اليوتيوب.
وماشي داكشي. انا راه دي فوا كنحط شي حاجه اللي ما كايناش في اليوتيوب وداكشي ما كيتشافش بزاف. ماشي اش نقول لكم، كاينين، انا شنو نقول لكم، كاينين المحبين ديالي راه كنشكركم بزاف اللي كدعموني وكتقولوا لي لا بقاي ما تمشيش من اليوتيوب، ولكن ما كذبش عليكم التعب كان تعب بزاف. وشوف سانسيغمون والله انا كنهضر معكم بصراحه، اللي بعد الخطرات والله الا كتجبد ديال المشاكل مع راجلي كنخدم وكندير الناس راه ما تيجاوبوش الناس، والله كلشي كيقولها ليا، تيقول لي راه ما تيجاوبوش، انت اللي بوحدك اللي تتجاوبي، ماشي بوحدي، المهم غيكونوا شي وحدين، ما انا ما تنعرفش كلشي ياك، كنجاوب وندير هذا كنبقى حتى الليل، وعندك وسميتو الكومونتير، نجاوب في الانستغرام، نجاوب في فيسبوك، ندير في اليوتيوب، شي واحد لا محتاج شي حاجه كنحاول نوقف معاه نعطيه دي زيد، اللي عنده شي مشكل كنحاول، يعني انا حاضره زعما طول الطون، عطيت جهدي، عطيت زعما صحتي، ما كذبش عليكم سوتو في رمضان، يعني عطيت واحد الجهد كبير، ولكن ما كذبش عليك لي فيو كتدخل كنلقى دي فيديو اللي ما فيهم والو. هذا بون رمضان شو سي فري، كانت غير الماكله بوحديتها، لان ما عندنا ما كاينش شي حاجه اخرى غديرها في رمضان، ما كنخرجوا حنا عارفين مع الكونفينمون، وما كنخرجوا ما كنترجوا، ما كاين العرايض، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين الشراء، ما كاين بيع، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين، يعني كانت غير الماكله في رمضان، ما يمكنلكش دير شي حاجه يعني. ومشيت عطيت مجهودي وكنحط الطبله كامله وكنشجع البنات وكندير وهذا وكنجاوب البنات، كان مشى لي فيديو مزيان، ولكن بعد ملي بديت كنحط لي فيديو ما بقاش لي فيو ديالي كاملين زعما مزيانين. ما نتوما ديروا راسكم في بلاصتي، ما يمكنش لي انا نبقى نخدم واحد الدايره واحد الجهد كبير وكان ماشي كنتسنى باش ماشي على الارباح، لا ارباح كاين دان كونطي، ما نكذبوش عليكم، ما كاينش واحد اللي كيخدم وما باغيش يتخلص، لا، ولكن كتشوف ما كاينش الدعم، قليل قليل، كاينين الناس راه كنقولها اللي منكم اللي كيتبعوني اللي فيما كتحط فيديو متبعينا وكيسولوا عليا في انستغرام مي كنغبر ومي كان هذا، كاينين، ولكن مي كنخدم ومي كنشوف راسي درت مجهود كبير وحطيت واحد الحاجه وحطيت زعما وكندعم وكنقول هذا وراكم شتوني زعما خدامه سيريوزمون، ولكن داكشي ما خدامش، ما عرفتش الغلط، الغلط في حقيقه من الناس ماشي من هذوك اللي كيحطوا محتويات اللي تافهه، هذوك يحطوا محتويات تافهه راه المهم دبر راسهم، مي كنشوف الناس، هاد الناس اللي كيمشيو داك المحتويات التافهه لي فيو طالعين، لي كومونتير طالعين، كتشجيعات كتلقى هذا كتقول ما كتفهم والو. المهم انا زعما سانسيغمون فتحت لكم قلبي وقلت لكم شنو كاين. المهم انا اليوتيوب ما غاديش نحيد منه، لان عندي دي بروجي غادي يعني البروجي ديالي عنده علاقه بداكشي اللي غندير في اليوتيوب، باقي غندير لكم التاويل ديال الطبله، باقي غندير بزاف ديال الحوايج عندي في يعني معنات مي غنشريهم وغندير لكم التاويل، غندير لكم يعني بزاف لي بروجي في راسي يعني عنده علاقه. المهم انا راه فتحت لاباج، فتحتها البارح، باقي ما دخلوش عندي الناس، لان يلا اول مره غادي باش نقولها لكم. فتحت لاباج ديالي في انستغرام، ماشي لاباج ديالي القديمه ديال اللي كنعطيكم ديال سانسونا.سان، لا هذه سانسونا شوب، غتدخلوا غتلقاو التصويرات ديالي اللي فيها مصوره بالغوج والفولا غنوار، راكم راه معروفه داك التصويره اللي كانت عجبتكم بزاف، غادي تلقاوها في سانسونا شوب ملاصقه سانسونا شوب، غتدخلوا الا عجبتكم شي حاجه بيان سور راه خليت لكم النيورو ديال الواتساب، غادي ان شاء الله غتواصلوا، المهم كاين اللي غيجاوب في الواتساب، نقدر نكون انا نقدر ما نكونش انا، مي كلشي غادي يوصلني، عندي اللي غادي يعاونني، غادي يجاوبكم في الواتساب، غادي يعطيكم الاثمنه لاي حاجه بغيتوها، لا ليفريزون غتكون سور كازا والمغرب كامل. هادشي اللي كاين زعما، هذه المعلومات اللي نقدر نعطيكم. الناس اللي ما عندهمش انستغرام بروبوزو عليا واش ندوز لكم حلقات، ندير لكم دي فيديو في اليوتيوب، الناس اللي ما عندهمش، حيت كاينين بزاف الناس اللي ما عندهمش انستغرام، راه ديما كنقراها وديما كنقراها في الميساج، ما عندهمش انستغرام، المهم راه ساهل باش تفتحوا انستغرام زعما ماشي شي حاجه، المهم كاين الناس اللي ما عندوش مع انستغرام ما بغاش يديروا ولا هذا، المهم الانسان راه حر في راسو. عطوني دي بروبوزيسيون واش ندوز لكم لي زارتيكل، ندوز لكم ندير لكم دي فيديو مثلا مره في السيمانه، لي زارتيكل اللي كنحط في لا سيمين نحطهم لكم في اليوتيوب، ولا غتلتحقوا بيا في انستغرام. المهم مرحبا بكم في انستغرام، تابوناو في لاباج الجديده ديالي ديال سانسونا شوب، راه غادي نخليها لكم هنايا. المهم انا توكلت على الله، لذلك من غير انا، المهم انا عاودت لكم انا قصه شنو كيفاش طراو داكشي، المهم انا راه توكلت على الله، وكيما قلت لكم عندي ايماني بالله قوي ما غاديش يخيبني، لذلك انا قررت باش نهضر معكم حتى نتوما بالنسبه للعيالات اللي ما خداماتش اللي جالسين في الدار،
علاش نتوما ما ديروش لي بروجي ديالكم سوا هكذا، سوا سميتو شنقول لكم، سوا الناس اللي كيديروا الطياب يديروا لا ليفريزون، راه بزاف الناس اللي كنشوفهم كيطيبوا في ديورهم وكيديروا لا ليفريزون، سورتو دابا ما كاينش لي ريستورون، ما كاينش دابا راه سا مارش تري بيان، ديروا الحويجات ديالكم حليوات، ديروا بزاف الحوايج بدا ديروا نتوما لا ليفريزون، علاش ما تخدموش انسان يطور راسو؟ راه كيف ما قلت لكم دابا في الكونفينمون احنا جلسنا ما كناش عارفين راسنا اننا غادي نتسجنوا هذه دابا 3 شهور ولا 4 شهور في ديورنا، ما كناش عارفين، ما عارفينش شي حتى دابا لهذا الشيء ديال كوفيد وهادشي اللي غسميتو، ما عارفينش هادشي واش غيتطور واش غيزيد واش غيبقى واش غيمشي ولا هذا، يعني الانسان يحاول يطور من حياته وما يضيعش وقته في التفاهات، ما تبقاوش تضيعوا وقتكم. زعما كنعطيكم نصيحه كاخت، خدموا على ريوسكم، سورتو العيالات اللي جالسين في الدار بحالي، خدموا على ريوسكم، ديروا شي حاجه كتبغيوها، اي حاجه، بروجي ديسان، تبيعي دي طابلو كتعرفي ترسمي، تبيعي دي طابلو كتعرفي الطياب وداكشي، كتعرفي الحلاوي ديري حلاوي، كتبغي ديري الكوميرس، انا كنحماق على الكوميرس، جادور الكوميرس، بغيتي ديري هادشي يمكن لك ديري هادشي، بزاف بزاف لي بروجي. شوف وماشي تقولوا راس المال كبير، لا انا ما كنكذبش عليكم، عندي واحد راس المال صغير بديت به فليساتي رزقي صغير، زعما ماشي شي حاجه اللي بديت به وبشويه بشويه، وانسان يطونطي لا شونس ديالو. انا راه كنقول لكم، ماشي كنقول لكم راه انا صافي راه نجحت وساليت، انا يلا غنبدا، راه غنبدا معاكم نتوما، وما تنساوش ديروا لي البارطاج، ما تنساوش باش تشجعوني. المهم انا كنشجعكم، كيف ما قلت لكم الوقت راه صعيبه، ما كتعرفوش شنو كاين، ما كتعرفوش شحال الناس راه دابا الناس مساكن اللي كيبيعوا، بحال دابا هادو اللي كيبيعوا ويشريوا، بحال دابا هاد الناس ديال اللي دي بوتي بروجي اللي كيديروا، كيمشيو مثلا يبيعوا في الزنقه ولا شي حاجه، ديروا من ديوركم وديروا لا ليفريزون، علاش لا، ديروا الاشهار ديالكم، راه نتوما في انستغرام راه ما كتخلصوا عليه حتى شي حاجه، الا درتوا شي حاجه راه كتخليو زعما كتحطوا البروجي ديالكم وكتبيعوا، كديروا لا ليفريزون، كديروا هذا، شوفوا غير نوضوا تحركوا وربي راه كيسهل. وشوف ملي كيكون قلبك مزيان ربي راه كيطيحك ولاد الناس، انا كنقول لكم الحمد لله كنبغي الخير كلشي، وربي طيحني في ولاد الناس اللي وقفوا معايا، ما كنتش حالنا ما كنتش ضالنا، اللي عاونوني في البروجي ديالي. المهم اللي كنشكرهم ديما ديما وغنبقى نشكرهم، هادشي اللي كاين البنات. المهم انا كنشجعكم، كنشجعكم من كل قلبي، بداو نتوما اي حاجه يمكن لكم ديروها، اي حاجه راكم عارفين. انا دابا زعما الوقت راه بدات كتحاكل، كيف ما قلت لكم ولدي يقدر يمشي يقرا برا، غادي يحتاج مصاريف كثيره، غادي يحتاج انسان كيعاون، بوكو با ما نعاونوش راسنا، ما نعاونوش نهزو راسنا، وخا يكون راجلك عنده امكانيات ما فيها باس، تهزي راسك، تهزي تنتي ديري بروجي ديالك، تحسي بهاد الثقه النفس، راه ديما كتقولوا لي ديري لنا موضوع على الثقه النفس، راه فايته تكلمت فيه، الثقه النفس راه كتجي من هكا، ملي كتكوني شنقول لكم كتديري شي حاجه ديالك انت اللي كتبغيها، سورتو شي حاجه كتبغيها وكتخدمي فيها فيها بعيد وكتطلعي الفوق، راه هنا كتعطيك الثقه النفس ديالك، ما كتبقاش تسناي، ماشي عيب، ماشي عيب راجل كيعطي لمرته، ولكن شنقول لكم واحد الاحساس في شي شكل، انا الحمد لله ما خصني حتى شي حاجه مع راجلي، ولكن ملي كتكون شي حاجه ديالك انت انت المشروع ديالك كتكبري وتديري وتتهدى، كتحسي واحد الاحساس في شكل، واحد الفرحه اللي سورتو انت ملي كتبغي الحاجه. دونك ما نطولش عليكم البنات، نتوما عارفيني الا بقيت كنهضر ما نسكتش وسورتو توحشتكم. المهم ما تنساوش اختكم التشجيعات، ما تنساونيش تابوناو عندي في لاشين ديالي الجديده، ماشي في لاشين ديالي الجديده، تابوناو عندي في لو سيت جديد في سور انستغرام، والناس اللي ما عندهمش انستغرام قولوا لي دي بروبوزيسيون، واش نحط لكم فيديو مثلا مره في السيمانه ولا جوج ولا على حسب داكشي اللي غنجيب، واش نبدا نحط لكم مثلا ندير لكم فيديو في هذا ولا غتمشيو للانستغرام. مرحبا بكم، مرحبا بالجميع، شكرا لكم على الدعم ديالكم، وشكرا على الناس اللي ديما كيشوفوني ملي كنحط شي فيديو، سواء عجباتهم ولا ما عجباتهمش، المهم انا كنحاول ندير الماكسيموم ديالي باش تكون فيديو زوينه، المهم كندير مجهودات كبيره، راكم كتشوفوني التصوير لا من ناحيه التصوير لا من ناحيه هذا، كنحاول ندير يعني المهم كنحط لكم فيديو زعما نقي. المهم كنشكركم بزاف اللي كدعموني وكتشوفوا لي فيديو ديالي، وديما ديما ديما كنلقى لي ميم كومونتير كنلقاهم تما، لا في اليوتيوب لا سوغ انستغرام لا فيسبوك لا، زعما سانسيغمون الناس اللي كنحس بهم ديما غاديين معايا، شكرا شكرا لكم بزاف. قبل ما ننسى، بالنسبه لهاد سميتو راه بدات كتمشي بهذاك الخلطه اللي درت لكم ديال سعيده شرفي عطاتني صاحبتي، راه بدات كتمشي ليا البارح اللي ما درتهاش، كنديرها كل نهار، ما كنديرش وجهي في حقها حيت ما عنديش طبيعه في وجهي عندي، فهاديك راه بدات كتمشي ليا في اللون ديالها. وما تنساوش اللي بغيت نوصيكم، ملي تبغوا تخرجوا ديروا ليكرون توتال ديالكم باش تبروتيجي وجهكم، ما تنساوهاش، ما ديروش بحالي انا، راه مره كنديروا مره ما كنديروش قولي نتوما خصكم، انا كنشجعكم داكشي اللي كنقراه واللي كنسمعوا واللي كنشوفوا كنحاول ندوزو لكم باش نتوما تبروتيجيو الوجه ديالكم. دونك
البنات كانت هذه هي نهايه الفيديو، كنشكركم بزاف وهلي خطيكم عليا، وغنتسنى لي كومونتير ديالكم تقولوا لي رايكم في هذا البروجي اللي درت ان شاء الله، وكنتسنى الدعم ديالكم، وشكرا على الدعم اللي عطيتوه الاخ ديالي، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، وهلي خطيكم عليا. اي على بروشين فيديو ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.